راح بضيفنا الاول مصعب الخالدي. حياك الله يا مصعب. صفق نفسك ليه؟ انا ما اقدر اصفق نفسي. انا في حياتي وعمري كله صفق نفسك ليه؟ والله جد حضور قوي، حضور مشرف. مين اللي حدد حضور؟ يعني تفاعل قوي بتويتر، ردود ايجابيه. يا رجل يا رجل، ودي يوميا يوميا اجيب هذا البرنامج صراحه. والله يا مصعب انا صراحه يعني اعتبر هذا غرور، الثقه في غير محلها. والله هذه ثقه تبت يا ما غرور، فهذا وجهه نظرك وانا لا احترمها صراحه. نحن في السهم صح، نسيت انك ضيوف اليوم صح. سعيد حياك الله يا مصعب. الله يجزيك خير عليك، مشرفت ونورت. اول عمر سعيد اليوم باطلالتك. الله يرفع قدرك. برنامج الصعود للهاويه، رحب بخصمك. وش قال له؟ ولد ام عبد السلام عبد الوهاب الرصي. حياك الله يا عبد الوهاب. كام سيوز مي بليز. ساعدتكم في الطرف السعودي واجد. اساعدك في الصعود للهاويه، قصدي في الصعود. السلام عليكم. وعليكم السلام. متشرف جدا اني اوقف معك استاذ خالد. من هو انا؟ وحبيبي خالد قصدي. حبيبي. والحبيب الشخص اللي قدامي. متشرف والله، بعد سهم اول مره نتقابل برنامج مباشر، وهذا شيء يزيدني شرف والله. لكن هذه رساله حب وسلام الى ام خالد. شوفي ولد وهو بيطيح مع الهاويه، ودعوات ارسلوها الان. اولا اثنين، مع احترامي وتقديري لجمهور مصعب من الجوف ومن انحاء المملكه كلها، سوف يسقط الان بالهاويه، الان قبل موعد الهاويه. ثلاثة يا أخوان. تعليمات هذه. المثلث اللي ست أضلاع انسوه هذا. المثلث ثلاث أضلاع. هذه السالفة انسوها. الثقافة اليوم. خليك قدها بس. أنا قدها يا أبو. اليوم راح أخلطك خلط. أنا قدها. حياك الله. يا مرحبا والله. حياك الله يا أبو. نورت لجين. والله أنت. طبعا بدون حلف. لا. يعني نورت بس بدون حلف. بس برضام الحلف. يعني واضح الأمور واضحة. النور نورك وبدون حلف. طيب يبدو أنكم يعني طبعا كل اللي كانوا يتكلمون في بداية الحلقة بالطريقة هذه. كلهم طاحوا الهاوية. الله يسمع مني. وطبعا كل اللي كانوا مغرورين في أنفسهم ويصفقون لأنفسهم أصلا ما كان في أحد كذا، فأتوقع أنهم بيطيحون. عموما الفرصة مهيئة أنه كلكم تطيحون. أو أحدكم أو ولا أحد. هذا اللي بنعرفه في تفاصيل حلقتنا الليلة.